متابع سلمى خلال رحلتنا الصباحية الاستثنائية اليوم من قرية الرماح لتغطية مهرجان قطاف الوردة الشامية، لنحكي عن المهرجان وتحضيرات المهرجان وجهود كتير كبيرة قامت فيها الأمانة السورية للتنمية بالتعاون أكيد مع محافظة ريف دمشق، وأكيد جزء كبير للتشاركية هي مع المجتمع المحلي. أكيد نور، ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع وخصوصا أن الوردة هي شكلت أحد أهم معالم القرية ومصدر دخل أساسي لقاطنيها، مثل ما تحدثنا عن هذا الطقس الاجتماعي الفني الاقتصادي التراثي الكبير مهرجان قطاف الوردة الشامية. رح نحكي بتفاصيل أكثر مع ضيفنا أيضا من الأمانة السورية للتنمية الأستاذ طارق الجيرودي، وهو مدير المنارات في الأمانة السورية للتنمية بدمشق ريفا. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباحكم صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. أول شيء بنعرف الله يعافي من قلبك. الصبح بكير معنا، من الصبح بكير موجودين. لك الله يعافي قلبك يا رب. الله يعافيك. كبيرة عم تقوموا فيها، وعم نشوف صرنا هلا نبلش نشوف العجقة والناس وقديش فعليا في سعادة وفرح بهيدا المهرجان. بس قبل ما نحكي عن المهرجان، في تحضيرات كثير كبيرة قمتوا فيها لتوصلوا لهي المرحلة، وفي جهود فينا نقول ودور كثير كبير للأمانة السورية بالتشاركية أساسا مع المجتمع المحلي اليوم. طيب أنا حأنطلق من كلمة التشاركية يلي حضرتك ذكرتيها. اليوم كمهرجان مثله مثل أي مهرجان بيسبقه كثير تحضيرات، ولكن اليوم هي التحضيرات إذا أنا فيني ميزها بأنه هي مرتبطة بهدف معين يلي هو هدف الأساسي اليوم، عكس هوية ثقافية سورية. نحن ب 2019 أكيد عنا علم بأنه تسجلت كالوردة الشامية بقائمة التراث الإنساني اليونسكو، فوفق خطتنا الوطنية كأحد بنود العمل يلي نحن لازم نقوم فيه هو مهرجان قطاف الوردة الشامية اللي حالياً نحن موجودين، اللي هو بند أو جزء من مجموعة من الأجزاء أو مجموعة من بنود العمل هي حتضل مستمر معنا خلال فترة قادمة من العمل. يعني مهرجاننا حالياً ما هو محطة سنوية عملناها وخلصت، لا، هو فيني أقول شرارة أو بداية انطلاق لخطة هي حتكون خطة مشتركة بين أهالي قرية المراح يلي هن الأساس الفعلي، بالإضافة للأمانة السورية للتنمية، وطبعا ما فينا ننسى أكيد دور الشركاء اللي ممكن يكون كمنظمات أو وزارات أو محافظة معنية بهي التفاصيل. اجتمعنا من فترة بأهالي القرية، اتفقنا على أنه حنحتفل بهذا المهرجان. بيصير توزيع مسؤوليات أكيد كالعادة، بيصير في تحديات، يمكن كانت هالتحديات هي أنه ما كانت تخلص هالشتوية، فهي الوردة الشامية اليوم مرتبطة فعلياً بالعوامل الطقس أكثر شيء. يمكن هاي السنة كان الإنتاج منخفض شوي، إذا بدنا نحكي نحن مقارنة بسنوات سابقة فالإنتاج عندنا هو ما يقارب 15 طن هاي السنة. هلأ هو كرقم يمكن منلاقيه كبير، ولكن كوردة شامية هو قليل. فتوافقنا اليوم مع أهالي القرية بأنه بدنا نحط أهداف مشتركة، مو بس هو هذا المهرجان، هذا المهرجان مثل ما ذكرت هو بند أو محطة رح تكون لبنود عمل إضافية. صحيح. يمكن توافقنا بشكل مبدئي على أنه نحن رايحين لحتى نزيد نسبة المزروعات أو الأراضي المزروعة بالوردة الشامية. يمكن أنه نحن اليوم بدنا نحاول نشوف شو هي التحديات يلي عم تواجه مزارعين هالقرية، ونحاول بجهود مشتركة أكيد أنه نحن نزلل هاي التحديات أو هذا الشيء اللي هو عم يكون ثغرة أو عم يكون دائماً عائق بأنه الفلاح يمضي قدماً بهي عملية الزراعة، وصولاً لعملية القطاف، وصولاً لعملية المهرجان، يتبعها عملية التقطير، يتبعها عملية إنتاج المنتجات، وهي التفاصيل كثيرة. يمكن اليوم إذا أنا كنت مشارك بعملية التنظيم فأنا أكيد بدي أشكر أهالي قرية المراح يلي هن حملوا الدور الأكبر. أنا كشخص بجي على القرية بنبسط بساعد الأهالي، ولكن جميع التفاصيل اللي نحن عم نشوفها هي كانت من عمل أهالي هالقرية. دورنا بهذا المهرجان فينا نقول كعملية مساعد أو داعم لتنظيم هذا المهرجان، بأنه نتوافق كأفكار مشتركة لا يطلع بأحلى صورة يلي نحن شايفينها حاليا على أرض الواقع. طارق، يعني كل سنة بيكون في جزء ثابت وهو صار تقليد موجود بالمهرجان، مثل هي الخيمة اللي موجودة اللي انتم بتحافظوا على وجودها دائما، اللي بتحمل عدد من اللوحات التراثية. وهون نحن عم نحكي عن ارتباط البيئة
والأهازيج بموسم القطاف بشكل عام. نحن ما عم نقول فقط نحن عم نعرض منتجات الوردة الشامية، نحن عم نقول ارتباط البيئة، هذا جزء من العمل اللي أنتوا كمان يعني حاولتوا دائما تحافظوا عليه. خلينا نحكي قديش في عدد اليوم فرق شاركت، اللوحات اللي انعملت، هذا كله كمان كان له دراسة إضافة للسوق المتواجد أيضا. طيب كأشخاص اليوم أو كجمعيات متواجدة على الأرض، هي كانت الأمانة السورية عم تلعب دور بعملية هي التنظيم. يمكن اليوم كأكثر من فئة هي تواجدت بهذا المعرض كعملية تنظيم وعملية تشاركية، ومثال مثلا الجمعية الخيرية للتنمية المستدامة، طلائع البعث، هن شاركوا بتفاصيل بهذا المهرجان ليطلع بهي الصورة. بالنسبة لفقرات هي المهرجان، هي فعلا مرتبطة اليوم بتراث طالع عن أهالي هي القرية. يعني إذا نحن سمعنا من شوي كان في فقرة زجل، هذا الزجل هو اليوم مرتبط مو بس بالمراح، في عنا كتير قرى مشتركة بهي التفاصيل. بس يمكن اليوم أنا كيف بدي استثمر هذا المهرجان لحتى بالفعل كمان سلط الضوء على عناصر تراثية إضافية هي موجودة عنا أساساً بهويتنا السورية. يمكن نحن اليوم ما عم نشوفها غير بمهرجان، أطفالنا هن ممكن ما يعرفوا هي التفصيلة، فنحن اليوم بنحاول نستثمر هي الشرارة أو النواة لنطلع منا اليوم بأنه نعمم أو نحاول ننشر هي التفاصيل لأكبر شريحة ممكنة. يمكن كطفل أو كشخص موجود يسمع حالياً أنه في فقرة زجل، ولكن لما عم يلاقي شخص واقف قدامه وعم يلقي شعر أو يلقي أي شيء هو مختص بهي القرية، فهو عم ينبسط أو يمكن عم يتفاجأ بأنه نحن هذا تراث موجود عنا، فبالتالي نحن عم نحاول ننشر هي الثقافة ونعزز هذا التراث. هذا شيء كتير حلو وترجم على الأرض، عم نشوفه عبر شاشة الإخبارية، المشاركة الكبيرة للمجتمع المحلي بجميع الأطياف، وعم نشوف الأطفال من مختلف الأعمار، الشباب من مختلف الأعمار، الكبار من مختلف الأعمار، في مشاركة كتير كبيرة. ومثل ما قلت هي فينا نقول تسليط الضوء على التراث. اليوم شفنا الأم ماسكة ابنها الرضيع ماسك وردة، هي الوردة الشامية هي جزء من التراث اليوم السوري الإنساني. قديش مهم اليوم هي فينا نقول النشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها، وإله دور الأمانة السورية للتنمية كبير بالحفاظ على التراث الإنساني، للحفاظ على هذا التراث وفينا نقول توريثه لأولادنا. لأنه أساسا لما نقول حرب سورية بنقول هي حرب لضرب الحضارة والثقافة والتراث الإنساني السوري القديم جدا. كأمانة سورية للتنمية اليوم كبرنامج التراث الحي، هو هدفه الأساسي يشتغل على صون هي العناصر بمختلف، إذا بدي أقول مادية أو غير مادية. نحن احتفلنا بالقدود الحلبية السنة الماضية، وهي السنة أكيد زملائنا بالتراث الحي عم يجهزوا شيء جديد لحتى ينعمل له تسجيل بقائمة التراث. فبيجي دورنا اليوم بأنه كأمانة سورية للتنمية بأنه نحن اليوم ندعم المجتمع المحلي ونساعد على اليوم حصر هي العناصر لحتى نقدر اليوم نعرف واقعنا الحالي بهي العناصر. صحيح. نعرف شو الشيء اللي هو بحاجة لتدخل مستعجل. إذا نحن عم نحكي على مهن معينة نحن بنسميها قابلة للاندثار، فاليوم دور الأمانة السورية للتنمية بيكون بشيء كتير مستعجل، أنا لازم أتدخل، لازم اليوم ورث هاي المهنة انقلها من جيل لجيل. وهذا اللي عملناه اليوم بخيال الظل. خيال الظل كان فعلياً كعدد أشخاص اللي عم يمارسوه هو كتير قليل، فرحنا اليوم كأمانة حاولنا ندرب أشخاص سميناهم مخايلين، انتقلت لهم هي العناصر بمكوناتها المادية والمعنوية. فالأمانة دائماً عم تسعى اليوم لأنه التعامل حصر لهي العناصر تسجيلها لحتى تدرس واقع الحالي هي العناصر وفق أولويات أنا شو لازم سجل، شو لازم أنا أتدخل كخطة تدخل سريعة، كخطة تدخل هي واضحة بالنسبة للأمانة. فهذا بيجي دورها للأمانة السورية. طارق كمان نحن عم نحكي اليوم دوركم بدمشق وريفة، ليس فقط بالمراح، هل رح يكون في أماكن أخرى بريف دمشق رح ينتقل إلى الوردة الشامية؟ خلال العام الحالي كان في بعض التحديات بالنسبة للموارد المائية، فحاولنا بشراكة مع جمعية تانية اليوم على أنه نشتغل بير ضمن منطقة التل. منطقة التل هي بتحقق، أنا ما كتير خبير بهي التفاصيل، ولكن هي في معايير معينة حققتها منطقة التل، فامتلكت المناخ المناسب لأنه تستقطب أو تكون ضيفة حالية للوردة الشامية لتكون هي تنضاف الوردة الشامية لمنطقة التل. طبعا في خطة نحن عم نحاول بعدين ضمن منطقة أطنا، ومو بس عم نشتغل ضمن دمشق وريفة، يمكن طلعنا فيها لحلب، طلعنا فيها لحما. فخلال هاي السنة عم نحاول ندخل عنصر الوردة الشامية لا
منطقة التل بالإضافة لمناطق تانية عم نحاول نتواجد فيها. يعطيكم ألف عافية، مشروع كبير عم تقوموا فيه، وإن شاء الله بنشوف الوردة الشامية على جميع الأراضي السورية. في تحديات يمكن وصعوبات بتواجهكم اليوم بالتشاركية مع الفلاح، مثل ما قلنا ظروف مناخية ومنا الآفة الحشرية كمان، كان في جهود جبارة للحد منا والحفاظ على فينا نقول الإنتاج الوردة الشامية بكميات فينا نقول منيحة ومقبولة عن العام الماضي. شو الصعوبات اللي واجهتكم بشكل خاص وبشكل فينا نقول عام للفلاح؟ الصعوبات هي فعليا مشتركة للمزارع اللي بده يزرع وردة شامية ولأي مزارع تاني. يعني الصعوبات إذا نحن بدنا نحكيها، يمكن إذا في آبار فهو ما كتير عم يلاقي شبكة كهربائية لاستجرار المياه. يمكن الصعوبات هي عم تكون بتكلفة أسمدة وتفاصيل كتير معينة أو كتير كتيرة. اليوم الصعوبات إذا بدنا نضل عم نفكر فيها ما فينا نمشي ولا خطوة لقدام، فلذلك حاولنا اليوم نعكس طريقة تفكيرنا أو نحاول نغير. نحن نحاول نتفق على هدف معين مع الفلاح بغض النظر عن هاي الصعوبات. لما بدنا نتفق على هدف معين، وعلى سبيل المثال بدنا نتفق اليوم على زيادة نسبة مزروعات ضمن منطقة معينة بشيء معين، فعم نحاول اليوم ندرس هذا الواقع الحالي، أنا لحتى أقدر أحقق هذا الهدف شو هي الصعوبات اللي بدها تواجهني، فعلى أساسها بحاول حط حلول للتحديات اللي عم تطلع أو اللي عم تواجهنا، لأنه إذا بدي أفكر بكلمة تحديات فهي تحديات كتير عامة، تحديات ما بتخلص. رغم ذلك بتلاقي فلاح يعني متمسك بأرضه وعم يشتغل فيها، عم يتحدى كل الظروف والصعوبات اليوم. 100% أكيد 100% أكيد. يعني كمان طارق، ونحن اليوم عم نحكي عن هذا المجهود، ما فينا ننكر إنه هذا عمل منظم استمر صله هلأ سنين، ونحن بنعرف أنه هاي الخطة بدأت من 2020 بعد فوراً إعلان 2019 كونه الوردة الشامية هي من مكونات التراث السوري الإنساني باليونسكو، ورح تستمر لست سنين، فأكيد في مراحل طويلة رح تستمر. هل في شيء معين اليوم نحن بدنا نقول رح نوصل لهذا الحد بعد هالست سنين؟ هلأ إذا أنا بدي أحكي عن خطة دمشق وريفا، نحن اليوم ملتزمين بخطة خلال العام الحالي، وطبعاً هي خلال سنوات قادمة حتكون. أنا هدفي اليوم أني أعزز ثقافة زراعة هالوردة، هدفي اليوم أني أنا حاول زلل الصعوبات اللي هي عم تواجه الفلاح. حافظ على ارتباط الفلاح 100% المكون. يمكن إذا بدي أقول لك أنا كهدف أو كتصور، هدفي أني اليوم أنا يكون في عندي محصول استراتيجي من الوردة الشامية، وبالأخص أنه هي ما عاد دخلت بس بشراب الورد أو ماء الورد. صحيح. بس هي صارت تدخل طبي. تماماً. يمكن أنا اليوم صرت لاقي شيء بالصيدلية هو من أهم فوائد الوردة الشامية أو الوردة الدمشقية فعلياً. فمجموعة من الخطوات حتكون هي حالية، أولها حيبلش بالمراح، كمان هنحاول بالشراكة مع أهالي القرية بأنه نحاول نحط خطة وأهداف مشتركة حتكون هي مرحلة متتالية من العمل خلال هاي السنوات القادمة. طبعاً ما هو متوقف في دمشق وريفا، هو حينتشر لكل المحافظات السورية. هي حتكون خطة ما حنقول موحدة، لأنه هي بالنهاية حترتبط بكل طبيعة مجتمع، حتحاول الوردة الشامية أنه تدخل لهذا المجتمع فيه. أكيد بنتشكرك على وجودك معنا، وتحية لكل العاملين بالأمانة السورية لأن مجهود كبيرة عم تقوموا فيها اليوم. شكرا كثير لك. وأنا بدي أتشكركم ويسعد صباحكم، وهيك بتمنى لكم جو سعيد ووقت سعيد بالمهرجان. يعطيكم ألف عافية وشكرا لك ولكل الفريق، عزبناكم من الصبح بكير، نعرف قديش أنتوا تعبتوا أيضا بالتحضيرات. أنا بدي أتشكركم لوقتكم، ويمكن أنتوا يعني شفتونا تعبتوا وقدرتوا هذا الشيء، فهو هدفنا بالنهاية مشترك. شكرا كثير لكم ولوقتكم.